السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم كل خير. يا أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام أينما كنتم عبر شاشة قناة بداية في برنامج الشادي وفقرتنا مجلس الشادي. أنا وأخوي محمد الراشد ومحمد، حياك الله. يا مرحبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويرضى عليك. مرحبا ومساء الله يجزاك خير. الله يحييك. حييك وحيي الجمهور وحيي ضيفنا الجميل جدا واللي نحبه فيصل اللبان، لجنتنا الموقرة، وحيي الشباب اللي معنا الأسبوع اللي طاف. الله يوفقنا وإياهم إن شاء الله. اليوم يوم جميل بإذن الله بتواجدكم. الله يحييكم مرة ثانية. طبعا ضيفنا الليلة ضيف ثقيل فنيا، عضو لجنة التحكيم الدكتور فيصل لبان. الله يحييك دكتور فيصل. الله يحييكم وألف سلام عليك يا أبو محمد. إن شاء الله زال الباس إن شاء الله. ويحييك يا نواف وحيي النجوم الرائعين هذول اللي أنا أحبهم كثير. هذا نجم جديد اليوم، هذا كل يوم يصعد علينا 8 نجوم. استاهل المول فيكم خير شباب جميعا. الله يحييك دكتور فيصل. طبعا كالعاده بدايه حلقتنا نستضيف المتسابقين الاسبوع الماضي في فتره وجيزه كذا، ناخذ معهم دردشه بسيطه وبعدها نشوف نتائجهم ان شاء الله على المسرح مع سلطان الهميلي. ابو ملفي حياك الله. اتوقع انك متاهل ولا؟ انا اتوقع انك جاي بس اليوم بس توقف تمشي. خذ المايك معلش، خذ المايك معلش، هذا هو معلش. اتوقع انك جاي تسلم وتمشي. سلم بيض الله وجهك. اخذ بكم عهد وامشي. الله يبيض وجهك. ترى شوف يعني هو منافس اليوم. يعني هو نافس المنافس، صوته ينافس. نافست بس والله انا اشوف صوتك ينافس سواء دي. كملت البرنامج او ما كملت صوتك ينافس. طول عمرك. انت عارف وادرى بنفسك، صوتك قوي مره. والكلام هذا ما هو لك، لجميع المتسابقين في البرنامج. حتى لو طلعت من اي مرحله، اعمالك اللي تنتجها بعد البرنامج هي اللي بتراهن عليها في الساحه. والله يوفقك ان شاء الله. وياك. اتوقع انك متاهل ولا بغض النظر عنك. من الاخير؟ لا والله. طب سمعنا كذا. بما اني في اللجنه خلني اديكم امل. يلا. الا اني مرتبك الاسبوع اللي فات. الحين ما حد. الحين ما في ربط. يلا الحين ما هي فارقه. عندي كلمات للشاعر سعد بن مرعي النملان الحبابي، مسي عليه بالخير. استاهل. فيقول فيها: كانت تنشد عن اللي صار واللي بلاني، والله انك سبايب صدتي وانكساري، كيف ما كانت طعنتك بعوج المحاني، لكن أصبر وأنا والله لا أخذ بثاري. سلام. يا سلام. يا سلام. صوتك توفيق. عندك محمد. يا مرحبا يا راشد، حياك الله. ومحمد راشد، ممكن حتى دكتورنا شاف حضورك في المسرح، شوف أنه فارق في المسرح، ممكن نسبة التاهل درجة واحدة أتوقع بينك وبين اللي تأهل. صحيح. النسبة ذي هل اليوم تفرق معك مع التصويت؟ مجموع النسب قصدك؟ إيه. نسبة اللجنة. أعتقد تفرق. تفرق إن شاء الله. تفرق. شوف إنك أديت على المسرح. والله قد أشوف إني قدمت اللي يرضيني أنا. أهم شيء اللي يرضيني أنا واللي يرضي ذاقة اللجنة. دكتور فيصل، أنا ودي أسأل دكتور فيصل. أتوقع إن أكثر واحد شدك الأسبوع الماضي راشد، صح ولا؟ إيه راشد وفيصل هم الاثنين. طول عمركم. فالهم التوفيق أجل. فالك التوفيق. آمين إن شاء الله وياكم يا رب العالمين. فيصل، يا مرحبا يا فيصل. يا مرحبا ومسهلا. الله حيه. اليوم فيها جزئية غنائية ولا على المود الشارات؟ والله نفس مودي، هو ما هو نفس بالضبط. الحين فيه مودين، بسعيد يميل على المود اللي يبغاك تروح اللي هو الغنائي، يحس صوتك فيها أفضل. لي أنا قصدي الشيلات بعد أفضل. لا والله أنا كل المجالين ترى. الشيلات. نبغى شيء غنائي كذا خفيف. غنائي أنت لخمتني، لكن أنا مجهز لي قبل شيله يعني. طيب. يا نسيم الليل سلم لي على اللي ما نسيته، بلغ شوقي وخبر، بلغ شوقي وبشرني لعله ما نساني، وهنيك يوم
تصل ديرته وتمر بيته همنا شفق على شوفه وحاديني زماني. صح 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 التوفيق ان شاء الله. وياك يا رب. حمد الله يحييك. يا هلا وسهلا. صاحب اعلى نسبه الى الان بس ما احنا ما نؤمن بالاشياء هذه الا النتيجه النهائيه اللي تجي على المسرح. لان الاسبوع الماضي انا شفت نتيجه لكن اللي على المسرح تغير. فهل هذه تعطيك دافع معنوي انك ان شاء الله متاهل؟ والله نقول ان شاء الله. فالك التوفيق. ان شاء الله. فالك التوفيق. ان شاء الله يعني قد جهز شيء للمرحله الجايه دام. والله نقول ان شاء الله شيء نادر ان شاء الله وشيء قوي. الله يوفقك. باذن الله. والله انكم شرفتونا جميعا. الوقت معكم احنا نبغى نفتح فرصه للمتسابقين حقنا الليله وانتم فالكم التوفيق. ان شاء الله نلتقيكم في المسرح مع اخونا سلطان الحميلي. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، بيض الله وجيهكم. سبقنا عنيناكم انكم تطلعون معنا حتى. الله لا يهينكم، بيض وجيهكم. فالكم التوفيق ان شاء الله. وياكم ومرحبا وسهلا. طبعا ابو محمد استاذنك، طبعا اليوم دكتور فيصل لبان نحييك مره ثانيه. الله يحييك. الله يحييك. انت اضافه لنا في هذه الحلقه وحنا نسعد بكم دائما. جيتك هذه نبغى نستفيد زي ما استفدنا المره اللي راحت يوم انك فاجاتنا، لكن المره هذه لا، اعطتنا خبر حضرنا يوم المطر. ها اي يوم المطر خبر. ها فانا بس انتوا غطيتوا حلقتنا ولا احنا لغينا ذاك اليوم؟ تذكر ما اجي لنبع والله لما جات المطر قلنا يلا. السلام عليكم. ما شاء الله عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. سلام.